تيم ورك دي مهمه جدا. انا بقى لي 40 سنه في مصر. حكم الاول على اي عمل الانطباع الاول. هصدم حضرتك، كان الدور علينا. ده الاختيار الصح في اللحظه دي. سالوني شو صاير ببلد العين. We are at the beginning of the process. اللهم ان كنت قد وفقتني فبك، وإن كنت قد أخطأ فسامحني. في مناطق أنا قلقت منها وأنا بقرأ، مش أنزل لهم تحت، أنا أرفعها. فتعمل زي ما هو عاوز، كل واحد بيتدارى في التاني. أنا عملت الفيلم اللي بيقولوا عليه جماهير قوي، لكن بعد العمر ده كله ما بقاش في تاريخي. كل هؤلاء النجوم قولي إيه السر؟ CBC